يا ابني بجيب لي النظارات بعد اذنك، لو ما عم بحسن اشوف هن بالسحابه. يلا حجي السواد بجيبها. اي والله هاتي يا عم انت مو ماشي. بدي سلامتك لانه خلص وقتي وكل شيء هون جاهز، الاكل منيح ومنتظر. بدي سلامتك يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دير بالك على حالك. هاتيالنا وين حطيت نظارتي؟ هدول هن النظارات، نلبسهم احسن شي. العمر له دوره، احسن شي اروح طالع المصاري. عجب وين حيطنا؟ أكيد هنيك. عم أموهم كمان. ولا هوني. أحسن شيء أروح هذا لأبني محمد، لأنه هو نور عيوني والضوء اللي بشوفه. مساء الخير مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في هذه الحلقة. وقف التصوير. آسف اعتذر بس لحظة. شو ألو كيفك يا ابني؟ أهلين بابا. تمام الحمد لله منيح، وانت كيفك؟ والله مو منيح وبدي إياك تجي لعندي هلا، ضروري ضروري ضروري. طيب طيب بابا، مسافة الطريق إن شاء الله وبكون عندك. الله يرضى عليك يا ابني، لا تطول. تمام بابا يلا سلام. خير شوفي شو صار معك؟ استاذ انا بعتذر منك بس انا مضطر اوقف التصوير لانه في موضوع كتير ضروري لازم اروح. يا ابني شو هو الشيء اللي بده يخليك تترك التصوير وتمشي؟ يمكن هذا الشيء يسبب فصلك من العمل. والله ابوي كان عم يحكي معي فقال لي انه ضروري ضروري لازم اروح، فانا مضطر اني اوقف واروح كرمال ابوي. عادي هذا الشيء يا ابني، انا كمان هلا اذا ابوي بدق لي بقول له بس اخلص شغلي بيجي لعندك، شغلي فوق كل شيء. لا يا استاذ، بحب اذكرك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الوالد اوسط ابواب الجنة، فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. مزعوج شوي. خير ان شاء الله، ناديتني انت ضروري. والله يا ابني كان في عندي شوية مصاري سبتهم خبيتهم، بس ما بتذكر وين خبيتهم. وبتعرف يا ابني العمر له دوره وكبرنا وختيرنا، وقلت ما لي حدا غيرك استعين فيه يا ابني. لا تاكل هم يا ابني، هلا بقوم بدور لك عليهم.
بشوف لك اياها وبعطيك اياها. لا تهتم بثيابي. بتلاقيهم ان شاء الله؟ بلاقي لك اياهم. انا عيونك مثل انت عيونك بتعرف بيها. انا عيونك. يلا لا تهتم انت. خذ راحتك، اشوف لك المصاري وارجع. روح الله يرضى عليك يا ابني. وين بكون حطه؟ ما في غير الصحابة، إيه ما بدنا تشوفه بضيع أغراضه فيها، إيه ما بدنا نضيع أغراضه بلاقيه فيها، أكيد كالعادة. لا يطلعك مصراتك يا ابي. الله يرضى عليك يا ابني. عرفت انك راح تلاقيني اياهم. مو هدول ابني؟ والله ما عم بتذكر يا ابني. قديش كانوا يعني؟ ما عم بتذكر يا ابني. بس اكيد هنن، اكيد هنن هدول. ما في غيرهم. قلت لك راح اقول لك اياهم يا ابني. لا تهتم. الله يوفقك ويرزقك ويبعث لك يلي ببالك يا ابني. الله يخلي لي اياك يا ابني، الله يخلي لي اياك. الله يسلمك يا ابني. الله وين؟ اشرب كاس ماي. الو كيفك يونس؟ الحمد لله بشكر الله. يونس انا الورقه شفتها انت كنت حاطها بدرج ابوي وشفت كل شيء مكتوب عليها، وانا ما خليت ابوي ينشلق ولا حتى يعرف الموضوع ابدا. انا حطيت المصاري ودفعته عنك لابوي حتى ما يحس بالامر ابدا، وموضوع المصاري ما بدي اياك ترجعهم ابدا. خليهم معك، اعمل عمليه مرتك فيهم ان شاء الله تكون بخير وسلامه. انا اللي بدي منك بس انك ترجع لشغلك بكره وتدير بالك على ابوي اكثر من امي، واعتبر هالمصاري هديه مني الك. ماشي يونس؟ ولا يهمك، فضل الله هذا مو فضلي، فضل الله. ادعي لربك بس بشكره. حبيبي قلبي يونس، اهم شيء انك بكره تجي وتدير بالك على الوالد. ماشي حبيبي؟ لا تنسى بكره تجي على الشغل ها؟ تمام، يلا باي باي. باي حبيبي. إن شاء الله تقوم خير وسلامة. سلام. الله يعين المشهد. الله يتقبل صلاتك. والله الشاب عجبني موقفه. تخلى عن شغله كرمال اتصال من أبوه. خليني أتقل له وقال له رح أرجع للشغل. الو كيفك محمد؟ اهلين استاذ احمد. بحب ابشرك يا محمد انه راح نرجعك نحن للشغل وراح تكون انت المقدم الرئيسي للقناه. شكرا كثير لك استاذ احمد، شكرا كثير. بس انه انا استغربت انت ليش، يعني ليش رجعتني بعد ما فصلتني؟ ما فهمت. عجبني موقفك امبارح اللي عملته مع ابوك، وانا شايف ما راح لاقي شخص هيك مثل تربيتك وحسن تعاملك. شكرا كثير لك استاذ، شكرا كثير. وانا ان شاء الله رح اكون عند حسن ظنك. اوكي انا بانتظارك بكره. تمام استاذ. اوكي. السلام عليكم. يا سبحان الله. رضا الاب من رضا الرب. الله يخلي لي اياك يا رب. الحمد لله. Thank you.